بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتعرف ازاي نضيف تردد لاي قناه على من خلال الريسيفر فيزو. دلوقتي احنا اصلا ازاي نجيب التردد ده؟ اصلا نجيب التردد نعمل سيرش على جوجل. دلوقتي مثلا احنا عايزين نجيب تردد لقناه ام سينما، تمام؟ فهتعمل سيرش على جوجل قناه تردد قناه ام سينما، هيظهر لك التردد ده. هيظهر لك الكلام ده، هيظهر لك التردد ومعدل الترميز والاستقطاب. دول اهم 3 حاجات لازم تجيبهم عشان تعرف تجيب تردد اي قناه، تمام؟ التردد دلوقتي ده تردد القناه، قناه ام سينما، 1.1526، معدل الترميز بتاعها 27500، الاستقطاب سواء كان افقي او عمودي، اتش او في. دلوقتي ازاي اجيبه على التلفزيون اصلا؟ اجيبه ازاي؟ ادي اهو الريموت بتاعه، المنيو، زرار اسمه المنيو، امر اهو. هيظهر لك الشاشه ديت، ضبط هوائي، قائمه اقمار صناعيه، قائمه ترددات، ضبط المحرك، ضبط الايه الحد. فانا عايز ايه؟ اجيب قائمه الترددات. هيظهر لك رقم سري، ده على حسب بقى انت عامل التلفزيون بتاعك على انه رقم سري. فانا رقم السري بتاعي 0000، تمام. نجيب ايه؟ قائمه الترددات، ندوس اوكي. هيظهر لك الشاشه دي، عندنا هنا احمر واخضر واصفر وازرق. الوقت عايز ايه؟ ادخل تردد، يعني ايه؟ اضيف تردد فاضافه، فهندوس على الاحمر. هيظهر لك دي فعلا اللي كان عندنا فعلا، اللي هو هقول لك، قال لك اهو التردد، معدل الترميز، الاستقطاب اهو، اللي هو دول، تمام. فاحنا نيجي بقى على ايه؟ على دول اهو، التردد اهو. عايزين نكتب التردد الاول، 1.1526، اتأكد، 1.1526، تمام. ندوس اوكي، ننزل على اللي تحتيه، معدل ايه؟ الترميز. معدل الترميز 27500 اهو، معدل الترميز 27500. ندوس اوكي، ننزل على اللي تحتيها، الاستقطاب ده سواء كان عمودي او افقي. هنا قال لك حرف الاتش، تمام. قال لك ايه حرف الاتش؟ حرف الاتش ملحوظه ان هو اسمه افقي، اتش افقي، وفي عمودي، في هو اتش افقي او عمودي، تمام. الوقت ايه ده؟ ايه ده؟ ايه دوت؟ الاستقطاب اتش يبقى افقي، يبقى نعمل هنا اهو افقي. ندوس اوكي، قال لك هنا مرسل موجود، تمام. ندوس اوكي مره كمان. نيجي بقى على ايه؟ عن ندوس، نجيب الريموت وندوس على الازرق، بحث، نبحث عليه، ندوس فتح وندوس اوكي. هيظهر لك قائمة الترددات ديت، تمام. استنى لحد ما يحمل 100% فوق هنا، قال لك حفظ نتيجة البحث، تمام. ندوس نعم، حفظ البيانات، قناة ام سينما هيت اهوت زي ما حضراتكم شايفين، والتردد بتاعها تحت اهو، اهو تاني التردد بتاعها تحت اهو. تمام، اشكركم، السلام عليكم ورحمة الله. ارجو ان انتوا تشتركوا في القناة.